إلى سندي في الحياة، إلى متكئي، إلى أكثر الأشياء ثباتاً في هذا الكون، إلى أمي وأبي. ها أنا أقف اليوم أتنفس شموخاً واستنشق فخراً، وسأمتع ناظري برؤياكم تقفون جانبي في حفل التتويج. أهديكم هذه الفرحة لعلها تفي جزءاً بسيطاً من فيض عطاياكم. بارك الله لي ولكم هذه الفرحة وأتمها وأنتم في وافر الصحة والعافية.